بالمرأة المصرية ودورها الرئيسي في التنمية والبناء، نظم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً المنظم لفعاليات قمة المرأة المصرية النسخة الأولى من معرض نساء مصر العظيمات، والذي يوثق رحلة نهضة المرأة المصرية على مر العصور، ويحوي أكبر موسوعة تعريفية مصورة لأهم الشخصيات النسائية المصرية. السنة دي الحقيقة جنب المؤتمر وجنب الاحتفال بيوم المرأة العالمي والاحتفال بيوم المرأة في مصر وبعيد الأم، بنعمل برنامج تدريب واسع النطاق على كل اللي تحتاجه البنت لدى دخولها مجال العمل. نحن سعداء جدا بالشراكة مع منتدى 50 والمجلس القومي للمرأة، وما نريد تحقيقه أولا وقبل كل شيء المساواة في حقوق المرأة، فهي واحدة من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. لدينا استراتيجيات ذات صلة هنا في مصر وفي جميع أنحاء العالم. أعمال القمة انطلقت في دورتها الثالثة تحت شعار 360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة، بمشاركة حشد نسائي دولي ومحلي، وذلك بهدف تبني أفضل السياسات التي تعزز الدور المؤثر للمرأة المهنية، وبناء شراكات موسعة لزيادة تأثيرها بجميع المجالات. بنشجع القطاع الخاص أنه يفتح المجال لعمل المرأة، القطاع الحكومي استوفى وفي بعض كثير من الأحيان بيزيد كمان عن النسب اللي موجودة، وده حقيقة بيساهم في إنجاح القطاع الحكومي. حاولنا نلقي الضوء على البرامج والمشروعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر، وإزاي الشراكات الدولية بين مصر جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية الدوليين. المنتدى الجديد فيه إن هو بقى فيه معارض مرتبطة بهذا المنتدى بتعنى أيضا بأهم قضايا المرأة ومن وعلى رأسها التدريب من أجل التوظيف. المرأة المصرية تستحق أن تشكل نهضتها على مر التاريخ كتجربة ملهمة للعالم بهوية بصرية ومعرفية لحفظ مكانتهن المشرفة، حيث أن تاريخ المرأة المصرية وإنجازاتها يجب توثيقها عبر معارض عامة يزورها جميع أطراف المجتمع، خاصة الأجيال النسائية الجديدة. آية القاضي، الحياة اليوم.